القادم هنا ستكون الموقع الكبير، ولكن قبل ذلك الباريزيون اليوم مباراة من أجل السنة الأولى الباريزية. والتاب متواصل، هو جول نيمار في أول تهديد حقيقي من جانب الفريق الباريسي، والتصدي كان حاضر من أوكيجا مباشرة لرمية جانب باريس سان جيرمان في أول لمسة لبرازيلي. نيمار كان قريب جدا من افتتاح، كان خير يرفع كورة على القائمة الثانية، ينتظر البرازيلي نيمار يحاول يوقف الكورة، لكن التغطية بعد ذلك تأتي من جانب المدافع فولكي، يترك لحارس نجمة عكسية سريعة. الزوار يبادرون، الزوار يتقدمون، الزوار يسجلون جول. استراسبور من أول كرة، من أول فرصة، نعم يتمكن الزائر استراسبور من افتتاح باب التهديف. أولو مع باوكن يا أوناي إيمري، يرجع من هو رسيلسو في عملية التغطية مستندة للإدلام. هل يراوغ؟ هل يراقص أنخيل؟ ينتظر دانيال فيس، أنخيل هو انطلاقة سريعة من داكوستا، عنده تياغو سيلفا، داكوستا في اتجاه الفونس اريولا. شوف عملية اللوري ولعب سابق لنادي باريس سان جيرمان، بينما كرة في العمق ممتازة والتسديدة جول. الباريسيون يسجلون، ردة فعل كانت سريعة للبي اس جي، لمسة نعمة رائعة يا دراكسلير، لمسة رائعة يا دراكسلير اللي جات إلى اليسرى. هنا انطلاقة من باوكين، باوكين العرضية، ولكن بعد ذلك لكن بدقة كبيرة جدا وضعها في الزاوية اليسرى لحارس المرمى أوكيجا. طبعا يوليان دراكسلير لاعب اللي لم يسجل كثيرا هذا الموسم. دانيال أنخيل، أنخيل يمر، أنخيل يراوغ، أنخيل يبحث عن التسديد، وبعد ذلك نادي البي اس جي، بينما كرة مرفوعة كافاني في الانتظار، يخرج أوكيجا، نعم بينما كرة وفرصة نيمار، يدخل نيمار والثاني جول. للإبداع عنوان وحيد، إنه نيمار جونيور، للإبداع عنوان وحيد، إنه البرازيلي نيمار جونيور. المهارة حاضرة والثقة حاضرة، ونيمار يقول أنا حاضر كذلك. نعم نعم تعثرنا في مدريد، ولكن الباريس مقابلة هدفنا واحد بالفعل. أنخيل دي ماريا، نعم أنخيل دي ماريا، نعم تمكن من إضافة الهدف الثالث لنادي باريس سان جيرمان. صفعة أخرى يتلقى استراسبور، الأرجنتيني جا دوره، الأرجنتيني في المباراة. إذا سنتابع هذه الكرة الجانبية والرأسية بعد ذلك تغيب، الرأسية تغيب في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، والحكم ماذا يقول؟ خيل دي ماريا، الكرة في الجهة اليمنى. طبعا الخيل في كل مباراة يثبت نفسه، وفي كل مباراة هو نيمار، نيمار يبحث عن التسديد، ودراكسلير يسدد، ولكن المتابعة بعد ذلك من لوس سيلفا. تياغو سيلفا يغير بشكل ممتاز، نيمار في الانتظار، وكورزاوا على الطاير بعيدة. هذه راحت لبرج ايفل يا كورزاوا، هذه راحت مباشرة لبرج ايفل. شوف الصورة مرة أخرى، الكرة يعلم ليستوريكو وكافاني، نعم الماجيكو وكافاني. بالرأس يا كافاني، يقول لي أنا موجود. يعني كافاني كان قريب من الرابع، تلعب هذه الكرة مرة أخرى ورشتو، بينما كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والمتابعة بعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لفائدة باريس سان جيرمان. طبعا بالعودة للرشتو، تاريخية الرشتو، الرجوع للخلف ناحية نيمار، نيمار يرفع كرة، ولكن بعد ذلك التطول المقصود كان هو لعب كورزاوا، المقصود بهذه الكرة كان هو كورزاوا. شوف الإعادة دي ماريا، شوف ماذا يفعل دي ماريا، هنا يراوغ الأول، يراوغ الثاني، لا لم يمر دي ماريا في هذه الكرة. هنا المتابعة إلى الركلة. على مستوى الكرة الفرنسية لازالت تعاني في الليغ 2، في دوري الدرجة الثانية أندية عندها عرقة كيف ما كان الحال، يبقى أبرزها نار، لينار في القائمة الثانية وبالراس، إصرار كبير وإصرار غير عادي، ممتاز أنخيل، أنخيل مدريد، بينما كونترول ممتاز، كونترول ممتاز، نيمار يدخل، نيمار ركلة جزاء.
هل في ركلة جزاء يا توما يا لينار؟ هل في ركلة جزاء؟ هات الصورة يا مخرج المباراة، هات الصورة. منطقة الجزاء كافاني يتابع، كافاني ينادي، كافاني كاد أن يفعلها كافاني لولا تدخل الدفاع. لاس ديارا، لاس ديارا، شوف شوف هنا السرعة للاس، رائع رائع رائع. هذا هو لاس، هذا هو لاس لما يفتك كرات بيده الشكل. نعم أجمل لقطة من لاس ديارا. باريس سان جيرمان الهدف الرابع، والرابع ممكن مع كي نيمار، يراوغ ثلاث لاعبين العناصر الباريسيين. الخير يدخل، دي ماريا يمرر، كافاني، كورتك يا كافاني، الكرة لك يا كافاني، والصافرة هنا تشير إلى وضعية التسلل على الماتادور. ركلة يلعب. نعم الشوط الثاني هذا متوقع جدا، يلزم طبعا الدخول في الأجواء التنافسية قبل موعد وموقعة ريال مدريد. أعتقد بأنه التي لعب لها بكل تأكيد هو نادي مونبيليي، بينما الكرة مرفوعة وباريس سان جيرمان، بينما انطلاقة من أنخيل، العرض يا أنخيل، وكافاني كان في يمكن الاعتماد عليه، مدافع يمكن الاعتماد عليه. وهنا الصافرة بالفعل، وخطأ موجود وإنذار. هذا ما قلته، هذا ما قلته في الشوط الأول يا طوقة بالهدفين، وانطلاقة سريعة من إديسون كافاني، يرفع كافاني، التمرير للجهة اليمنى مرفوع، الكرة تنفذ، الكرة من باستوري ترجع مرة أخرى للزوار، لكن بعيدة بعيدة تماما، بعيدة تماما. البي إس جي بينما فرصة، الرابع جول دي ماريا، أنخيل دي ماريا أمام المرمى، غير معقول. هنا انفراد تام، اثنين على الحارس المرمى، اثنين أمام حارس المرمى. شوف هنا التمرير أكثر من رائعة، والترويج، هنا كرة من كورزوا، والعرضية الرابع يضيع، الرابع يضيع يا نيمار، غير معقول. فرصة أخرى تضيع في ظل هجوم ساحات ودفاعي نادي ستراسبور. يعود البي إس جي للهجوم، اللحاق بالكرة صعب، اللحاق بالكرة كان صعب يا داني ألفيس. إذا موناكو يعزز وحيدا في الصدارة، بينما انطلاق لستراسبور، وتسديد جول! ستراسبور يفعل أخيرا، ستراسبور يسجل الهدف الثاني. باوكان يقول لي بأن ستراسبور لازال حاضر في المباراة، ستراسبور لازال قادر على التسجيل، ستراسبور لازال قادر على المقاومة. هذه الإعادة مرت عليك المتبقية، والكرة مرفوعة، جول! التعادل كان قريبا لكن الراية كانت مرفوعة. وضعية التسلل لما قلت بشكل ممتاز، هنا انطلاقة من كونسالفيس، كونسالفيس يحاول المرور، يغطي عليه تياغو سيلفا، إمكانية للتسديد مرفوعة في القائمة الثانية، فرصة، شجاعة كبيرة، شجاعة كبيرة حقيقة يظهرها نادي ستراسبور. يلعب لي باستوري، يتقدم كافاني، هو كافاني، كافاني نعم يتمكن من إضافة الهدف الرابع، وإستيريا في المدرجات، إستيريا في المدرجات، كافاني من غير المعقول أن لا يسجل الماتادور من غير شوية، بينما كرة ملعوبة، هنا انطلاقة من نيمار، نيمار بسرعة، غونسالفيس يتقدم يسدد ولكن بعيد، حاول أن يفعل كل شيء لوحده، نعم حاول أن يفعل كل شيء. ليمان في العمق، كافاني، خامس، جول 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 جول! إنه الماتادور يا سادة يا كرام، إنه الهداف الكبير يا سادة يا كرام. لما يكون كافاني لن تخرج سالما يا أوكيتشا، عندما يكون كافاني صعب جدا مقاومة الإعصار الباريسي. الكرة أماميا، نعم أمامية، فرصة 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 فرصة، فرصة، كرة أمامية، فرصة هنا، والمتابعة من تياغو سيلفا، غلطة.